يا جابرييل. مرحبا يا منار، كيف حالك اليوم؟ أنا بخير الحمد لله، وأنت؟ أنا بخير أيضا. ماذا تفعل؟ الآن أمارس إحدى هواياتي المفضلة، القراءة. أنا أحب أن أقرأ في أوقات فراغي. جميل جدا. وما هي هواياتك المفضلة الأخرى؟ السباحة والغوص. حقا هذا مدهش. وماذا أيضا؟ أنا أحب أن أستمع إلى الموسيقى، خاصة الموسيقى العربية. وأنت يا منار، ما هواياتك المفضلة؟ هواياتي المفضلة هي تعلم اللغات. وأنا أيضا أحب تعلم اللغات، لذلك أنا هنا في مدرسة أحلام. رائع يا جابرييل، سأتركك الآن لتستمتع بالقراءة. إلى اللقاء. إلى اللقاء.